راديو ماب. قل لي لامي، توا انا مانيش باش نعاود راهو البوليميك اللي تعمل. لا مش الهدف نتاعي، قلت بدالي جمال قبل اللي فاتت. اما شنو اللي بينك وبين لطفي العبد؟ هذه حكايه يلزمها تقف والا تتوضح. يعني ماهوش معقول بالمره انه هالتلاسن اللي وقع والا هالاراء اللي قالت ولا اللي صار كله انه يتعاود مره اخرى، لانه لا يليق بالفنان لامين نادي، لانه فنان قدير وفنان كبير. معناتها انه يرشقوا اي فنان اخر بتهم او بكلام ماهوش معقول. معناتها اللي صار يا اخي عنده اسباب، عنده مشكله. انا اللي نعرفه انه لطفي متربي في الدار ولد العائله، هذا هو معناتها، وصاحب محمد علي وصديقك وصاحبك ويستشيرك. ليش معناتها ويستشيرك وتعرفه من اللي صغير؟ يعني شنو هذا؟ علاش هذا الكل صار؟ علاش؟ شوف بربي، انا نحب نوضح مساله للناس كل نهائيا بربي، مش نتراجع فيها. فوالا بالضبط، نهائيا. انا قلت لطفي، قلت له يا ودي اقلع على الكلام الزايد والقباحه ومن حزام اللوطه وقل الخياء، صح التعبير، لانه راهو الناس كلها تتشك حتى اللي يجي يتفرج فيك. تو كذاك علاش معناتها قاعد يتقلص الجمهور اللي كان يمشي له بغزاره ويمشي له بكثافه ومعناتها جمهور خفير كان يمشي تو يتقلص. معناتها العرض الاخير اللي تم في المرسى شيء حش، معناتها 50 متفرج، معناتها في قطر معناتها 300 متفرج من با، معناتها احنا دخلنا تقريبا 4800 متفرج. يعني اقلع على شيء. انا بيدي يتشكاوا لي، انا يمشيوا يتفرجوا المستوى، خاطر برشا ناس ما عادش يمشيوا، العائلات خاصه. علاش هكا سي لامين توا احنا نتاع المستوى هذا؟ علاش معناتها راهو الفن ارقى من كون انت لامين نقدك ليه؟ فكي ننقدوا انا بالطريقه هذه ما كانش هو يولي يتهجم. استنى، كنت تنجم لامين تنقدوا معناتها مش عبر امواج الاذاعه ولا في التلفزيون ولا كذا، كنت نجم تقولوا له الكلام هذا، لكن مش في الراديو باغ اكزومبل ولا في ميسيون دو تيلي، كنت نجم تنتقده، لانه تعرف نقد كيما هكايا. شوف هو نقد قوي ماهوش سهل، معناتها الاستيعاب ما تنجمش تضمنه بطريقه معناتها انه واحد ينجم يسمعك. شوف انا وقت ننقد هكا سواء معناتها ربو حكيت انا وياه اي فوالا هذا هو. فك عليك ايش يقول؟ ايش يقول؟ شوف شقطوان، قلت له انت راك انطلقت من داري، وتذكر يا لطفي وقت بديت وكنت انا نجبره في كل اسبوع وقت يجي بعد محمد، لانه هو صاحب محمد علي. هو صاحب محمد علي، هو مانيش نداد انا وياه، ولو انه ديما يحب يروح صغير، هو راجل صغير فات 40 ساعه، فهمت؟ حتى اللي زافيش راهم بالفوتوشوب، هذوك اللي زافيش تعملهم في الشارع بالفوتوشوب، منعوا الفوتوشوب، اما تحت الجلده فما عبد اخر. حسي مش هذا الموضوع. فقلت له يا لطفي فك عليك، راك معناتها قاعد تهلك في كارير كامله، انت ربي سبحانه وتعالى معناتها كرمك وعطاك خبزه جاتو، اعرف معناتها اعرف كيفاش تاكلها. فانت ناس تفركس في خبزه معناتها فرينه وما قعدتش، وانت خبزه جاتو ما شاء الله قاعد يبربص فيها، ف وكانه يعمل معناتها يعمل العكس. فمعناتها هذا الشيء اللي ما يعجبنيش، لانه ما عادش يمس روحه بركه، راهو يمس القطاع كل، راهو يمس المبدعين كل، راهو ولاو معناتها اخي يجيو داخلين للمسرحيه نتاعي انا، الناس خاصه ما يعرفونيش معناتها بون اللي هما قلال. بربي المسرحيه فيها كلام زايد يا سي لامينة، فيها كلام قبيحه، رانا عايلات رانا معناتها هذا الخطر اللي هو يقول لك لي جون يحبوا هكا. لا هذه تهمه كبيره. شنو لي جون؟ لي جون نتاعنا راهو معناتها صحاح ومثقفين وعندهم يقولوا وذكيين، علاش نتعداو على الذكاء وخاصة المراهقين؟ راهو برشا مراهقين بحناهم، راهو الشباب هو اللي جاب الثورة، راهو الشباب مثقف هذايا، علاش نحكيو معاه بالسفاسف الفارغة؟ فمعناتها هذا لكن المسرحية كلها ماهي كلها كلام زايد وإلا كلام ماهوش معقول، ثم بعض الإيحاءات يطلبها أي نص مسرحي ولا أي نص سينمائي ولا درامي. هك شفت في جرأة كبيرة مثلا في الأعمال الرمضانية في تونس، في حكاية تونسية، مام حتى في برنامجي في عندي ما نقول لك مكريت زاد، فما جرأة قاعدين الناس كلهم مغامروا ولا اخلاق شيء اخر. اي انت ما تصورش انه العمل نتاعو فيه تعدي على الاخلاق العامه، فيه وقت فيه الغش، لانه ما بين النكته والنكته فما غش، ما بين النكته والنكته فما كلمه قبيحه، ما بين النكته والنكته فما كلمه من حزام اللوطه. لا هذايا في بالك يا سيدي العزيز اللي هو في الجنوب ما عادش يخدم؟
ما عادش يخدم في الشمال الغربي، ما عادش يخدم، قاعد يخدم في تونس العاصمة وشوية تنشيط في بعض النزل تكعو وغادي وقفت الحكاية، لأنه يعني بريتو معناتها هو يعمل يعني ستاند أب، ستاند أب ما يخضعش إلى المسرح، راهو نحبوا ولا نكرهوا هي نكت، معناتها لأنه يعني إذا كان ما وصلش إلى تجسيم الشخصيات وما ف إيه أنا نحس لمين أنه وما تدومش الحكاية هذيا راهو عندك موقف منه. شو نقول لك حاجة؟ لا في صالحه راهو، ما عندي حتى موقف. لا برضه يحب تكون سنسار، أنا نعرفك، أنا نعرفك. لو كان غدويكا لطفي عبد اللي يجيني يقول لي سامحني سي لمين، ما عادش نتكلم كلام زايد، كلام قبيح، كلام اللي يمس بالأخلاق والعباد ويمس معظم العائلات، توا نولي نشكر. إي، أما يقول لك أنت لمين إيش بك أنت بركة تتكلم، علاش؟ ما هو لاباس، ما تعاش. علاش ما هو علاش؟ أنا ممكن خاطر أنا عندي الجرأة باش نتكلم. شوف لطفي العماري اللي تعطى رأيه في البرامج الرمضانية، وكان معناتها كان منطقي، وكان كلامه معناتها صواب كما نقولوا إحنا، وكان صريح لآخر الدار. حتى واحد ما كلم. بيخسر حتى واحد حتى بار تليفون. شوف مكتب لطفي العماري صحفي قدير هذا اكيد وزميلنا لهنا صديقنا اي مش كيما يعني وقت اللي لمين نهدي الممثل احنا داخلينها بك المقطع يعني صنعتك عدو لا 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 ما نتصورش هذايا لا 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 ما نتصورش هذايا تو انا قاعد يطري في سيدتي العزيزه وقلت راهو يزي في البركه من سيدتي العزيزه وراهو معناتها الفارحي معناتها ينجم لي كابابل راهو قادر انه يكتب مسلسل جديد معناتها يدخلنا في عالم اخر جديد فالعباد الكل تهزت وتحطت يا اخي انا نقول كلمتي بصراحه راني ما نجاملكمش إذا كان حاجة باهية باهية، فما أعمال السنة في رمضان باهية راه، فما ولاد مفيدة حلو ياسر، والشباب اللي ريناه في ولاد مفيدة اللي هما ما كانوش معروفين، محلاهم بشبهم، ديجا 17-18 محلاهم، هذوكم اللي غدويكا باش يغيروا الصورة معناتها النمطية ما ننصحش التعبير، الصورة النمطية تاع الممثلين تاع الممثل في تونس معناتها، هذوك نشكروهم، أما ما نجمش نشكر إنسان أخفق في دوره. مهما كانت صيفته ومهما كانت القيمة نتاعو واضح راديو مات راديو مات